بعتذر منك، لا تضايقيني أكتر من هيك، ما في فوتة. عدنان، بدك تقوصني قوصني، بس يلا بعد من وشي. شو القصة؟ مريم؟ معلم الياس، شو في عدنان؟ إسراء خانم من شوي فاتت لعند مريم خانم. منيح وقوصتها؟ لا يا معلم. إلا كان ليش عم تحاكيني؟ لا أعرف شو بدي أعمل. لا تعمل شي. ليك عدنان، اصحك بعمرك تحب، وإذا صار وحبيت روح وقوص حالك فورا. عم تغيظني إلي، بس هالحركات مو علي. قال رايحة حتى تشكيني لمريم. عمي ليك أنا هلأ بوقف قدام أونال، أقسم لك بالله، بس المخلوقة مجروحة وهذا الشيء من حقها. مع حق مجروحة، بس أنا شو بدي أعمل بإسراء؟ يلا جاوبني، روح خونة. أنت بتعرف أنه أنا زلمة طول حياتي ما خنت حدا بحبه، بس لمجرد أنها عم تعاملني بهالطريقة رح خليها تتمنى لو أني خنتها. إسراء، هاي الشغلة ما فيها مزح، لهيك لا تحرضيني، أحسن ما روح وإخن أولى الياس. أختي عم قلك شفتن ماسكين إيدين بعض، يعني ما عم صدق إنه عامل هيك. هذا الزلمة لسه أنتي محاطة إيده بإيدك بالشارع، وهذا هو الشي اللي قهرني. وضعي ما بيسمح لي، فلا رح أمسك إيدك ولا رح نروح على مطعم، وكأنه نحن اتنين غريبين عن بعض. وبعدين هو بيروح بيمسك إيد مرة مو معروفة. طيب أنتي من وين عرفتي عم تراقبي؟ لا، في حدا بعت لي صورة. مين هو؟ شو بيعرفني مين؟ ليك الصورة هون، ورجيني لشوف. هاي أوزغور. مين هاي أوزغور؟ أوزغور هاي محاميتي. شو يعني؟ الياس عم يخوني مع محاميتك؟ شو هالحكي هاد؟ واضح إنه بسبب مشاكلي ما قعدها هون غصب عنا وعم بيهددها. مريم طلعي على الصورة، هيك مبين إنه عم يهددها، من شان الله لا تجنينيني. يا عيب الشوم عليه.